عندنا السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ بين جمو كونغونيتو إيريكي مومي وصومو توحيد. السؤال الثاني، بين جمو راريو، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب هذا المتن؟ أنغومي وكاو بوغني مكور مونو وصوم يعني وصولو ثلاثة أنغومي بوغني وكاو مولو بوغي مومو. لأننا طلاب نكيج وان جو بوجري، لابد نمشي على الطريق الذي خط لنا العلماء. Chuno wa ninyak walu walu wa yoma yoyoyo kujoyo ulama magwa oko ni mundu watima walu. La atlub al-ilm ala ma uhib, la. Okwa kau somo, okwa kau elimu maruku mngat mora maru miparo ni duwaro. As-su'ala thalith. Penyo mara reyo. Ma hiya al-usul al-thalatha bi-ikhtisar? Usulu thalatha ni enango kum yoma yot. Hiya as'ilat al-qabr al-as'ila alati tus'al ana fi qabrik. Yin penyo, midi penyo wa eburuchi mwadonyo. السؤال الرابع. السؤال الثالث. السؤال الرابع. بين جو مارن وين؟ ما الفائدة من هذه الدراسة؟ إن فائدة ما نمويودكم سمواج. الفائدة إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة الآن في الدنيا. فائدة إن كبونون نو سمواج ما الأصول الثلاثة الدنيا كا. ثم عملنا بها. كات واتيوجي واجني. ودعونا إليها. مو اللونجو جيمون رسمو ثلث ثلاثة مدو تيجو. وصبرنا أولا على العلم. مو بدو موسكو وشوكو إليمو. ثم على العمل. كندو واتيوجي إليمو مايو. ثم صبرنا على الدعوة. كاتو وبدو موسكو وريتو رجع دعوة. بإذن الله نجيب عن أسئلة. كاروت نسايو يي توابيرو دوكو بينجو ما تمشيلو. وهذه أفضل ثمرة. توما إيه ما بير ما إيه ما تونا ما بير ما هو كم سمو ثلث ثلاثة. السؤال الخامس والأخير. بينجو مرا بيج كندو بينجو مجي. هذا المتن على ماذا يحتوي؟ ماذا فيه؟ بجينا أصول ثلاثة نه. أنعم ويركومي. فيه أشياء خمسة. يعني تيرجي مكبيج. المسائل الأربع. هذا القسم الأول. مسائل أربع مسائل. ويج أنعم مكوانغو. القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. واج مرة ريو نتيرة كديني مرة ريو. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ بينو مرة ديت يعني كده كدين مرة ديت إيمومي وإنعمو مومي وسوم ثلثلا. القسم الرابع شرح أسئلة القبر. then بينو مرة عن كده كدين مرة عن إن ويج مودو كوركا وكابوري. القسم الخامس خاتمة هذا الكتاب. كايتو كدين مرة بيج إن جيلكو مرة بقولي.